أوصت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية جميع الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم بأن يكون يوم الخميس 14 من شهر أيار الحالي يوماً للدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير. المزيد في التقرير التالي. أضحت قاعة مركز البابا فرانسيس للثقافة والحوار في جبل ويبد في عمان واحة للدعاء من أجل الإنسانية في لقاء جاء تلبية لدعوة من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ضم نخبة من شخصيات دينية وإعلامية للصلاة لله الواحد العلي القدير لأجل الخلاص من شر وباء كورونا الذي خيم على البشر. الأب نبيل الحداد مدير مركز التعايش الديني قال في مستهل اللقاء: جئنا معا ملبين الدعوة ومتوجهين إلى الله تعالى بصوت واحد، كل في مكانه وعلى حسب دينه، من أجل أن يحفظ الله تعالى البشرية ويوفقها لتجاوز هذه الجائحة الجاثمة فوقها ولإزاحة هذه الظلمة التي تغطي ساحاتنا ودروبنا. من الأردن وطن المعمودية، أردن الوئام، السباق دوما للعمل من أجل خير البشرية، جئنا اليوم نلبي دعوة كريمة من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، نلبي نداء قداسة الحبر الأعظم بابا القديس فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للصلاة لأجل خير الإنسانية. فاجتمعنا في عمان المعتادة على الحب والوفاق والتوفيق، اجتمعنا اليوم في مركز بابا فرانسيس مسلمين ومسيحيين، ورفعنا الأدعية والصلاة من عمان صاحبة الرسالة التي كانت الرسالة الأولى التي تحدثت عن حب للبشرية وبين بني البشر. رفعنا الدعاء بخشوع فيما نحن نفرح بالقيامة وفيما نحن نخشع طائعين مع إخوتنا الصائمين في رمضانهم المبارك. هذا هو عهدنا بالأردن، وهذه هي الجائزة التي نحملها من إرثنا الأردني في الحب. أحبب قريبك كنفسك، أحببنا الوطن لأننا نحب الله، أحببنا الإنسانية لأننا نحب القريب، حب الله وحب القريب. قدم سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن صلاة ودعاء لله المحب أن يرفع عنا في هذا الزمان شر هذا الوباء، متضرعا لله أن يزيل هذه الجائحة وأن يقبل توبة البشرية بلسان واحد وقلب واحد، مصلين كأبناء للإنسانية وبقلوب منسحقة ومتواضعة. وقال سيادته: نقف بين يديك اليوم يا رب كإخوة مع إخوتنا في هذا العالم، متضرعين بلسان واحد وقلب واحد، كأبناء للإنسانية وكإخوة متحابين وبقلوب منسحقة متواضعة، هاتفين معا: يا رب ارحمنا، لأن المستحيل عند الناس مستطاع لديك وحدك، أنت المبارك إلى أبد الدهور، آمين. بدوره رفع عضو هيئة مركز التعايش الديني الدكتور حمدي مراد الدعاء متضرعاً مع أبناء الإنسانية بقلوب خاشعة لله سبحانه، مبتهلاً إلى رب السماوات والأرض، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. وقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء،
وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، واغننا من الفقر، نعوذ بك ربنا وبقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء، وقنا شر الداء، بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ومن الجذام، ومن سيء الأسقام، وخطر الأمراض، وجميع المحن، ما ظهر منها وما بطن، يا رب العالمين. آمين آمين. وبعد ذلك رفعت مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن الدكتورة باسم السمعان الصلاة لله طالبة الرحمة وقبول الدعاء بأن يساعد الله البشرية، ولكي يستطيع المصابون أن يتلقوا العلاج الشافي من هذا الوباء، راجية منه تعالى أن يمد يده لنجدة البشر من هجمة الوباء، وأن يمنح العزاء لكل المحزونين بفقدانهم أهلهم، وأن يوجه سبحانه العلماء والأطباء إلى اكتشاف علاج شاف لهذا الوباء، كي تعود الحياة إلى طبيعتها بشفاعة مريم البتول القديسة. ودعت السمعان في صلاتها قائلة: نرجوك يا رب أن تمدد يدك لحماية مقدمي الرعاية والعائلات والجيران من هجمة هذا الفيروس. امنح العزاء لأولئك الذين يحزنون على فقدان أحبائهم. نتوسل إليك يا رب أن تساعد وتوجه أولئك الذين يسعون جاهدين لإيجاد علاج، فإن عملهم قد يغزو المرض ويعيد المجتمعات إلى الكمال والصحة. ساعدنا يا رب على النهوض فوق الخوف، ونطلب كل هذا من خلال شفاعة سيدتنا العذراء مريم البتول القديسة، فإنك يا رب مبارك الآن وإلى الأبد. آمين. تلبية لنداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، لبينا نداء ودعاء قداسة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الطيب في إقامة صلاة من أجل الأخوة الإنسانية، من أجل الإنسانية جمعاء، خاصة في هذا الزمن جائحة كورونا اللي عم بيواجهه كل العالم. فنصلي وندعو الأطباء، ندعو العلماء في لإيجاد دواء وعلاج للخلاص من هذه الجائحة. نحن في الأردن ليس غريبا علينا إنه نقيم صلاة مشتركة مسلمين ومسيحيين في هذا الوطن الغالي علينا، فنحن متعودين نصلي مع سوا في أي طلب وأي دعاء للعالم أجمع، من أجل السلام، من أجل الوئام، العيش المشترك. فنحن بنشكر كمان تلبية الدعوة لرؤساء كنائسنا ومؤمنينا وشيوخنا الأعزاء اللي حضروا معنا اليوم بالرغم من التباعد الاجتماعي. فنحن عبر أثير نورسات نقلنا هذه الصلاة مباشرة، وسوف نبثها مراراً وتكراراً خلال الأيامات المقبلة، وسنبثها أيضاً في تقرير مفصل عبر نشرتنا الأردن في أسبوع. فندعو للجميع بالسلامة، ونقول كونوا آمنين وخليكم في البيت آمنين مطمئنين، ومنقول لأخوتنا كمان اللي عم بي خلينا نحن في هذا الشهر، شهر رمضان الكريم، إنه كل عام أنتم بخير، إن شاء الله شهر ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. آمين.
فضيلة مفتي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين الدكتور عايد الجبور تمنى في دعائه في هذا اليوم المبارك هدوء الأنفس وطمأنينة القلوب وانشراح الصدور، سائلا الله الأمن والسلامة للعالم وأن يبعد عنا شر هذا الوباء، كون الله القادر على كل شيء. وقال: نسألك أن تبعد عنا الوباء، تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء، وقنا شر الداء، بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وكوادرنا التمريضية وجيشنا المصطفوي وقيادتنا الهاشمية. اللهم احفظ هذا البلد من هذا الوباء ومن هذه الجائحة ومن هذا الفيروس الذي نسأل الله أن يبعده عنا سريعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ثم تلا الأب نبيل حداد الدعاء لله القدير وقال: جئنا يا رب نناجيك من بحر هائج فالتفت إلينا، لا تتركنا في خضم العاصفة، قل لنا من جديد لا تخافوا، لقد ظننا أننا سنظل أصحاء في عالم مريض، ها هو الخوف والقلق نشعر به في الهواء في التصرفات وتعبر عنه النظرات، نجد أنفسنا خائفين وضائعين، وعلى مثال التلاميذ في الإنجيل المبارك فاجأتنا عاصفة غير متوقعة وشديدة، ظلمة كثيفة ملأت كل شيء بصمت رهيب يشل كل شيء، العاصفة تكشف ضعفنا وتظهر تلك الضمانات الزائفة التي بنينا عليها برامجنا ومشاريعنا وعاداتنا وأولوياتنا، وتظهر لنا كيف تركنا وأهملنا ما يغذي ويعضد ويعطي القوة لحياتنا وجماعتنا ووحدتنا. نشكر أصحاب السيادة والسماحة الذين تكرموا فمنحونا بركة صلاتهم دعائهم ووجودهم معنا، ونعتز بأننا كنا دوما معا وسنبقى معا. شكرا لفضائية نورسات، شكرا لمكتب نورسات الأردن الذي يحمل دعاءنا وصلاتنا ومحبتنا ونداءنا إلى كل المشاهدين، ونحن نلبي هذا النداء من أجل الصلاة من أجل الأخوة الإنسانية. واختتم هذا اللقاء الأخوي بدعاء جماعي وبلسان وقلب واحد وقالوا: نقف بين يديك اليوم يا رب بتوبة مع إخوتنا في هذا العالم، متضرعين بقلب واحد كأبناء للإنسانية وكإخوة وبقلوب منسحبة متواضعة هاتفين يا رب ارحمنا، لأن غير المستطاع عند الناس مستطاع لديك سبحانك يا ربنا. آمين.